جينا من الناحيه ديال مكناس، واحد المنطقه سميتها نجاط. الحق هذه الجماليه هذه شحال هذه ما شفناهاش، والحمد لله دابا هذا الاخر ديال شهر جوج جات الثلج الحمد لله مع بدايه ان شاء الله ديال رمضان. تفكرنا الله سبحانه وتعالى بهذه الخيرات هذه، وهذه الجماليه هذه كتكون في هذه المنطقه هذه معروف بها الى هاد السنين الاخرى شويه غابت هذه المناظر هذو، والحمد لله رجعت الوضع كما كان من قبل. ونتمنوا ان شاء الله كل عام يكون هذا الشيء هذا، والزوار غالبا معروف هذه المنطقه هذه بهذه الجماليه هذه وبهذا المنظر هذا اللي تيخلي بزاف ديال الزوار يتوافدوا لهذه المنطقه هذه. وهذه المنطقه هذه الا غاب عليها هذا المنظر هذا كتولي ما عندهاش قيمه، وهذه الجماليه هذه هي اللي تعطي القيمه لهذه البلاصه هذه بالحكم ديال هذه المنطقه هذه عندها تاريخ، عندها بزاف ديال الناس اللي تيجيو يزوروها. وفي الصيف عندها الجماليه ديالها، في الشتاء عندها الجماليه ديالها، في الربيع عندها الجماليه ديالها، وهذا هو المغرب الحمد لله كل منطقه عندها الجماليه ديالها. والله يدوم علينا هذا المنظر هذا. وجينا من مدينه فاس، سقنا الخبر ان الثلج كيطيح في مدينه افران. الحمد لله هذا الشيء كيبشر بالخير، من بعد ما كنا تخلعنا ان قالوا قطعوا الماء وان بزاف ديال الاشياء اللي استحر باش نحافظوا على الماء. شفنا هذا الثلج كيطيح ولا شاف مدن اخرى، استبشرنا الحمد لله خير وربي كيدير غير اللي فيها الخير. ان حتى الفرشه المائيه غادي نشوفوها ان شاء الله عاد نتعش، وعاد يكون ان شاء الله الخير. وكيشتي وتطرعت من ناحيه ديال الطريق ان بقوه اللي سقنا الخبر ان الثلج طايح مشلفين بزاف، لقينا الدرك الملكي يعني حابس الطريق وما كيخليش الناس يزوح، حيت كاين تبارك الله الثلج طايح مزيان في جهه مشلفن. والله يرحمنا باللي فيها الخير وربي عنده كل خير. جينا من فاس، الاجواء زوينه الحمد لله، الحمد لله الحمد لله على التساقطات اللي طاحت، غتعاون الفرشه المائيه مزيان، ونشجع الناس يجيو يشوفوا المنطقه والسياحه الداخليه تشجع ويشجعوا الناس المنطقه.